ليش كل واحد فينا لازم يقوم في دوره ولو كان بس في مجال التوعية أو حتى في المساعدة، أنك أنت تتطوع مع وزارات الصحة أو تتبرع إذا عندك القدرة أنك تتبرع، أو على الأقل أنك أنت تلتزم مكانك في بيتك إذا كان عندك القدرة أو إذا كانت الجهات المختصة في بلدك أخذت هذا القرار. في الوقت اللي أنا قررت أني أنا أبلش أعمل فيه هذه الفيديوز كان عدد الإصابات في الأردن ما تجاوز 100، ولما تحفزت أني أنا أعمل هذا الفيديو لقيت أنه عدد الإصابات صار 153 إصابة أو حالة في الأردن. في الوقت اللي أخذت أول ريسورس حطيته عندي علشان يكون هو مصدر للمعلومات اللي راح أعطيها في هاي الفيديوز، كان عدد الإصابات في الأردن 172 حالة مع اتخاذ قرار الحظر اللي موجود في الأردن. يمكن قلة وعي أو قلة التزام أو خوف زيادة من الشعب، لكنه أدى أنه هاي الأعداد عم بتزيد. يمكن الناس ما تشوفها كبيرة مقارنة في دول ثانية، لكن الدول الثانية هي بلشت من هذا الرقم. ما عم بعمل هاي الفيديوهات علشان تخاف زيادة، عم بعمل هاي الفيديوهات عشان ننشر الوعي بشكل أكبر بيناتنا ولنقدر نحط إيدينا بإيدين بعض. أكثر من هيك، في الوقت اللي أنا قررت أن أنا أعمل فيه هاي الفيديوهات كان عدد الإصابات بهذا الفيروس في قطر 526 حالة، بمعدل إصابة 25 حالة في اليوم اللي قبل ما أبلش أعمل فيه هذا الفيديو. هذا الفيديو عم بنعمل بتاريخ 26/3/2020. عدد المتعافين من المرض في دولة قطر كان 41 حالة، أكثر من عدد الإصابات في هذاك اليوم. فإن شاء الله أنه نقدر ننشر هذا الوعي. اللي خلاني أطلع أكثر في هذا الفيديو وأعرف أنه مهم أنه نعمل هيك هو عدم التزام من 10 مواطنين بإجراءات الحجر المنزلي بعد ما كتبوا تعهدات بأنه الالتزام بالحجر المنزلي السلطات عم بتلاحقهم أو مسكتهم أو اتخذوا الإجراءات اللازمة بحقهم، لكن هذا التصرف الغير مسؤول من شأنه أنه هو يخرب الدنيا، يعني يخرب الكوكب. فاللي أنا بدي أنه ما يخرب الكوكب. الإشي اللي أنا بقدر أعمل أنه أنا أطلع أعمل هاي الفيديوهات وأني أنا أحاول أنها تنتشر، فإذا بتساعد في نشرها كلنا بنكون ممنونينك. اللي بدي احكي لك اياه ايش هي اجراءات الوقايه من فيروس كورونا، يمكن حكيتها في فيديو ثاني، لكن اليوم انا بدي احكيها من مصدر موثق وراح تلاقيه موجود في صندوق الوصف. اجراءات الوقايه من فيروس كورونا. اول شغله بدي احكيها، يمكن اكون حكيتها في فيديو ثاني، اختار لك مصدر يكون هو المكان اللي عم تاخذ منه المعلومات، وبفضل مصدرك يكون منظمه الصحه العالميه، واطلع على كل شيء جديد بخص هذا الفيروس عشان انت تكون عارف كيف تتصرف. الشغله الثانيه اللي انا بدي احكي لك اياها واللي بدك تحطها في بالك، شيء احنا متعودين عليه من ونحن صغار، لكن بدي اياك انك انت دائما تعمله بزياده. اذا كنت تعمله مره فصير اعمله 5 مرات. اغسل ايديك ونظفهم بالمي والصابون، اي نوع صابون بدك اياه، لمده 20 ثانيه كحد ادنى. افرك ايديك بهذا الشكل، اعمل احنا بنسميها خلخله للاصابع، تمام؟ افرك ايديك منيح، اطلع شوي في الرسغ بعينك الله في الرسغ عشان انك انت تضمن انك انت تنظف ايديك قدر الامكان لمدة 20 ثانية وبعدين اغسلهم. درجة حرارة المي ساخنة، درجة حرارة المي باردة، هذا الموضوع ما بيعنيني، لكن اغسل ايديك قدر الامكان وحاول انك انت تغسلهم في كل مكان انت بتقدر انك انت توصل لمصدر مياه زائد صابون. غسيلهم بمي لحالها ما حتوفي، وغسيلهم بشكل سريع ومع السلامة ما حتعمل ولا اشي. اغسلهم لمدة 20 ثانية مي زائد صابون. الشغلة الثانية اللي بحكي لك إياها، في كثير أماكن وكثير مرات أنت ما عندك أكسس أو ما بتقدر أنك أنت توصل لمكان فيه مي زائد صابون، يمكن توصل لمي بس ما حتوفي معك، فخلي معك علبة صغيرة، هاي الصغيرة العلبة الصغيرة يكون فيها محلول كحولي، ويفضل نسبة الكحول في هذا المحلول الكحولي تكون 70% بلس، يعني خليها 70%
وزيادة، افرك ايدك منيح بنفس الطريقة وتركها تنشف عليهم وما تمسحهم بأقل من 10 ثواني، يعني لأنه 10 ثواني هي وقت التفاعل بين الكحول وبين الفيروسات، واللي من شأنها إنها هي تقتل الفيروسات الموجودة على إيديك، واللي بعديها أنت عندك أبيليتي إنك أنت إذا لمست ثمك، لمست أنفك، عينك، ما يكون في فيروسات على إيديك. الشغلة الثالثة اللي بدي أحكي لك إياها، تتجنب إنك تلمس هدول الثلاث أماكن: عينك، أنفك، فمك، وجهك، ذنيك. حاول انك انت تتجنبهم قدر الامكان. ما بحكي لك لا تلمسهم كلنا الا يجيك وقت بدك تلمس انفك بالغلط، عينك بالغلط، تفرك عينك، تفرك تمك، يعني الا ما يصير. بس حاول انك انت تتجنب لمس هاي المناطق، خاصه لما تكون برا ولما تكون اكسبوزد اما لاشخاص انت مش عارفهم او مش عارف انهم سليمين او whatever، او انك انت تلمس اسطح انت مش ضامنها ومش مطهرة. فالنقطة اللي بعديها مباشرة، اي سطح عندك في البيت او في العمل او في اي مكان انت بتتعامل معه بكثرة وعندك سيطرة عليه، يعني بتقدر انك تتعامل معه زي ما انت بدك، نظفه اما بماء وصابون او بالمحلول الكحولي اللي حكينا عنه، وما تحط وتمسح دايركت وكان الله بالسر عليم. لا، اذا بدك تحط السائل الكحولي او بدك تحط الماء والصابون فافرده على السطح، افركه واتركه لمدة 10 ثواني على الاقل حتى يتفاعل مع هذا السطح. بعدين ارجو انك انت لما تمسح هذا السطح، شغلة كثير ضرورية، ما تمسح بشكل دائري او بشكل رايح جاي او whatever، امسحه باتجاه واحد ويكون بعيد عنه، يعني امسحه بحيث انه لو كان في عليه اي شيء على السطح ما يجي على اواعيك. ولو مسحته بهذا الشكل او بهذا الشكل فالاوبجكتس او الاشياء اللي موسخه لهذا السطح راح تضل موجوده عليه. فارجوك انك انت تنتبه لهذه الاشياء الصغيره اللي بتقدر انها هي تحميك وتحمي كثير ناس غيرك من هذا الموضوع. شغله كثير 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 ضروريه، اترك مسافه امان. يس، مسافه امان زي اللي بتتركها بين السياره تبعتك والسياره اللي قدامك، او اللي وراك بتتركها بينه وبينك، او اللي جنبك او whatever. حواليك خلي لي مسافه متر ونص فاضيين، يعني لو عم تحكي مع اخوك اترك مسافه متر ونص على الاقل. ليه؟ لانه اذا شخص مصاب او اذا شخص حامل للفيروس ومش طالع عليه اعراض وعطس، فهذه العطسة أو إذا حكى كثير بسرعة فممكن يطلع من همه رذاذ، هذا الرذاذ محمل في الفيروس، إذا أنك أنت تستنشقه فتصاب أو أنه ينزل على أواعيك. فأنت تستخدم أواعيك إما لما تعطس بدك تغطي على فمك مثلا، أو لما تمسكهم تلمسهم في إيديك، فترجع تلمس تمك، أنفك، عيونك، وما تكون مغسل ايديك او منظفهم بسائل الكحولي، واللي راح يؤدي لا سمح الله للإصابة. ليه؟ لأن الفيروس بضل على الأسطح إما لساعات أو لأيام، هذا آخر شيء قرأناه عن هذا الموضوع. شغلة كثير ضرورية، تأكد أنت واللي حواليك إنكم أنتوا تلتزموا بموضوع الوقاية التنفسية، اللي لما حدا فيكم يعطس أو يسعل أو يحكي بسرعة أو whatever يحاول يغطي من منطقة الكوع على الفم. أو اللي أنا بفضله أنك أنت ما تعمل هاي الحركة، بفضل أنه دائما يكون معك مناديل، ولما تعطس تستخدم منديل وغطي على تمك ومباشرة ترميه ونظف إيديك بعلبة الكحول الصغيرة اللي حكينا عنها في أول الفيديو، وهيك أنت إن شاء الله واللي حواليك بتساهموا أنه بالتطهير الدائم مع وجود مسافة الأمان. أنت لما عطست ما صار إشي للناس اللي بعيدة عنك متر ونص على أقل تقدير. إذا لا سمح الله حسيت بحمى، بسعال، برشح، بإنفلونزا، ما تروح دايركت على المستشفى وتحاول انك انت تشوف شو السلافة. في اعراض معينة رح نحكي عنها بفيديو تاني هي اللي رح تخليك انك انت شوي تحكي انه لازم اروح على المستشفى، بس اولها لا تروح على المستشفى، الزم بيتك، خد المشروبات اللي المفروض نشربها احنا لما يصير معنا رشح انفلونزا او whatever، واللي هي غنية بفيتامين سي او whatever، واتصل بمقدم الرعاية الصحية واسأله واستفسر، هو راح يعطيك نصائح التزم فيها رجاء. وأهم من هذا كله، لما تحس بهاي الأعراض التزم في بيتك، وحتى ما تخلي احتكاك بينك وبين أهل بيتك. 5 أيام إذا الأعراض لقيتها موجودة وعم بتزيد، صار عندك حرارة، قيء، سعال، عطس، مع خليني أحكي إرهاق، هدول علامات من الأعراض اللي راح أحكي عنها بفيديو تاني، وأكيد شوف الفيديو التاني اللي راح أحكي عنه، فبدك تعمل الفحص المطلوب. درجة الحرارة طول ما هي تحت 37.3، فأنت شوي في السيف زون إلا في ظهور الأعراض الثانية اللي عم نحكي عنهم. شغلة كثير ضرورية كمان حكيتها راح أرجع أعيدها، اطلع على آخر التطورات
وآخر المنشورات اللي بتقدمها منظمات ومؤسسات الرعاية الصحية اللي موجودة في بلدك والوطنية تحديدا، لأنها على اتصال دائم وبشكل مباشر مع منظمة الصحة العالمية وهي أبديتد وعندها آخر المعلومات عن طرق العلاج، الوقاية، الرعاية الصحية، الأعراض، التطورات تبع هذا المرض. وشغلة كثير مهمة هي هلأ يعني يمكن مسيطر عليها بشكل كثير كبير، لكن برضو ضروري نعرفها، خليك على اطلاع دائم في المدن والدول اللي تعتبر بؤر تفشي لهذا المرض. ليش؟ عشان ما تسافر عليها. وانت اصلا هاي الايام بنقول لك خليك في بيتك، فبرضو بنحكي لك ما تسافر ما تسافر ما تسافر الا يعني قصة حياة او موت. فانت ما في داعي انك انت تتفزلك وتسافر، اقعد في بيتك. طيب في حال اضطريت انه تسافر ورحت على منطقة وكانت بؤرة او كانت تفشي او تفشى فيها المرض وانت هناك او وتبقى، شو تعمل؟ كل اللي حكيتهم قبل شوي بدك تلحقهم، تتبع كل التعليمات اللي انا حكيتها قبل شوي. بعد هيك إذا حسيت بأنه أنت عم تجيك أعراض هذا المرض اللي راح أحكي عنها في فيديو ثاني، فأكيد بدك تتبع الشغلات اللي حكينا عنها، بأنك أنت إما تظلك في البيت، تتابع درجة حرارتك، تحاول أنك أنت تريح حالك، ما تخالط أشخاص آخرين يعني بأي شكل من الأشكال، اطلب الرعاية الصحية. درجة حرارتك أهم إشي، تعدت 37.3 أو خلينا نحكي تعدت 37.23، فاطلب الرعاية الصحية عشان أنت تكون كمان بالسيف سايد. وإذا كان ولا بد واحتجت أغراض من برا، ابعت حدا يشتري لك إياهم وما تخالطه لما يرجع، لا خليه يعترك لك إياهم في مكان أنت وياه متفقين على تطهيره، تاخدهم تدخل على غرفتك رجاء. ويا ريت لو الغرفة اللي أنت تكون موجود فيها تكون غرفة ماستر فيها حمام كمان، فبنكون كثير ممنونك، مش عشاني، عشانك انت وعشان اهل بيتك، يعني هذا اشي كثير ضروري. هلا لا سمح الله لا سمح الله زادت الاعراض، صارت حمى شديدة، صار سعال شديد، عطس شديد، كحة شديدة، ارتفاع درجة حرارة، صار عندك ضيق في التنفس، لا سمح الله، هاي الاعراض لا تحمد عقباها، فبدك تتصل في مقدم رعاية صحية تحكي له أنا بدي مساعدتك وهيني بدي آجي عليك، بس حط في بالك أنه أنا كنت مسافر للمكان الفلاني والمكان الفلاني وأنا حاسس بالأعراض تبعت هذا الفيروس، عشان هو يجهز حاله، عشان أنت تكون نفسيتك مرتاح أنه راح يقدم لك الرعاية الصحية المطلوبة، وعشان أنتوا الاثنين تتجنبوا أنك أنت تخالط أي شخص سواء في طريقك أو لما توصل عنده على مكان الرعاية، لحتى ما تعدي شخص ثاني لا سمح الله إذا كان عندك هذا الفيروس. وبنهاية هذا الفيديو بدي أحكي لك شغلات ضروري أنك أنت تحاول تتجنبها قدر الإمكان، لحتى أنك أنت تسهل عملية الحماية والوقاية لنفسك من هذا الفيروس. أول شغلة، حاول أنك تتجنب التدخين قدر الإمكان. الشغلة الثانية، حاول انك انت تتجنب استخدام الكمامات، اللي راح احكي عن استخدام الكمامات بفيديو منفصل، حاول انك انت تتجنب استخدام كمامات متعددة، واذا كان ولا بد ومضطر تستخدم الكمامات فاستخدم الكمامة اللي منصوح فيها اللي هي N95 اذا قدرت، ما قدرت تستخدم الكمامات الثانية وما تستخدمها اكثر من مرة، واستخدمها بالتوجيه الصحيح اللي لازم انك انت تعرف كيف تلبس هاي الكمامة. والشغلة الاخيرة اللي انا بدي احكي لك اياها، المضادات الحيوية ما راح تسوي لأ شيء، فتجنب استخدام المضادات الحيوية لأنها ما راح تأثر على هذا الفيروس. لهون بحكي لكم ألف سلامة على الجميع اللي عندهم هذه الأعراض أو هذا الفيروس، وإن شاء الله اللي ما حدا مصاب عنده أو اللي هو مش مصاب بتضلك بخير وبسلامة، لكن رجاء اتبع التعليمات اللي تنشرها كل الجهات المعنية والجهات المختصة. شكرا لكم، شوفكم فيديو جاي.